جاي دائره دائره مجاري نينوى. الاعمال اللي تقومون بها خلال هاي الفتره؟ والله اليوم الساعه 4:15 صباحا احنا متواجدين بالشوارع. هذه المياه انتم يعني تقدروا تستوعبوها؟ هاي خارج المحافظه، يعني من القرى، يعني هاي السيول اللي عاد تجي من خارج المدينه. اي من خارج المدينه، من القرى. الاليات عاد تقدر تسحب هاي المياه كلها؟ ما اسحب هاي، الا ينزل الوادي يلا يخف المي. اهم المعوقات اللي عاد تواجه بعملكم؟ احنا مجارينا كلها مفتوحه و24 ساعه بالشوارع، وانتم متواجدين بس ما عاد تستوعب مال المجاري. ما المجاري ما تلحق، مجاري قديمه. ومهندسين ما لنا موجودين، واستاذ عماد موجود، استاذ جاسم، استاذ عبد المجيد، كلها موجوده، منتشرين بالمحافظه كلها. لو بس كلها بالمحافظات، اي سر ويمن، اي سر ويمن. وسيد المحافظ متواجد بالشوارع، منطقه النبشيت، تقاطع النبشيت. ارتفاع المياه حاليا ايش قد تقريبا؟ والله بيب ربع متر، نص متر، ربع متر، ربع متر. ومناطق ازيد؟ ازيد، اي عندنا طوافه، عندنا النبشيت داخل خاف. بس الحمد لله خاف. الاليات مالكم عاد تقدر تسحب هاي المياه كلها وتصرفها؟ هاي المياه اكثر من طاقتنا. هاي مياه من خارج الموصل، يعني مو من داخل الموصل، يعني تجينا السيول من خارج، يعني حاليا هاي السيول كلها من خارج الموصل. لا ما عندنا، الحمد لله المجاري مالنا كلها مفتوحه، الخطوط مفتوحه، بس ما عاد تستوعب. ما تستوعب، المحطات مشتغله، وقدامكم احنا لسه نشيكه، وكلهم موجودين، استاذ جاسم موجود، استاذ عبد المجيد. الاليات مالكم والكوادر كلها مسافره، كلها منتشره، ايسر وايمن، طوافه بالجامعه كل الايسر بالاضافه للايمن. الايمن ايه، من الساعه ايش قد انتم منتشرين؟ الساعه 4 الصبح طالعين والله، وحتى الباقيين لا ينزل الماي، ما نعوف اذا ما ينزل الماي. ارتفاع المياه ايش قد بهاي المنطقه؟ اكثر من ما ربع نص توشعوا، نص متر تقريبا. اي نعم. ومناطق كنا بها ازيد؟ نعم اكثر، يعني حتى على اساس بلامات عاد تمشي الانقاذ، عاد يتم بال